السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا مع فاير فايتنج أكاديمي. انتهينا في الجلسة الماضية من الكود الـ NFPA 14، وتكلمنا عن جميع نقاطه وملحقاته ومرفقاته وإلى ما يتفرع ويتشعب عنه، وتعرفنا إلى جميع التايبس والكلاسيفيكيشن والوير ريكوايرد واللوكيشن بريشر هاي زونز الفلو المكونات الاختبار. لابد من التعريج على مثال تستقيم معه هذه التصاميم. طبعا معكم دائما رياض فاضل النجار، وننتقل إلى المثال. لدي هذا المبنى، هذا المبنى فيه ثلاث صواعد، يوجد مضخة، يوجد خزان، وكل صاعد ينتهي بيبدأ عفوا بمحبس عزل، لابد من ذلك، وصل الدفاع مدني مع تشيك فالف، وسكندري أيضا مع تشيك فالف. طبعا المضخة قبلها محبس عزل وبعدها محبس تشيك فالف ومحبس عزل. هذا ببساطة. نبدأ بالتصميم، دائما نبدأ بالفلو، طبعا ليس دائما ولكن هنا نبدأ بالفلو. طبعا لابد من تحديد الفلو حتى نحسب البرشر دروب. الفلو بما انه دائما نقول انني احتاج الى ابعث صندوقين من اول رايزر، والاديشنال رايزر احتاج صندوق صندوق حتى اصل الى 1000 في المبنى المحمي بالرشاشات و 1250 في المبنى الغير محمي بالرشاشات. هنا بكل الاحوال انتهي عند 1000، سواء كان المبنى محمي بالرشاشات او غير محمي بالرشاشات، لانه لا يوجد رايزر رابع. لو كان هناك رايزر رابع فعند ذلك اقيم الموضوع، ولكن هنا انتهي عند 1000. 250 500 من ابعد رايزر عن مصدر الماء، و 250 من كل اديشنال رايزر. هذا بالنسبه للفلو، 1000 جالون بير مينيت. التانك، نحسب التانك. اتفقنا انني احتاج الى كميه ماء لمده 30 دقيقه، فبالتالي 30 ضرب 1000 فانا احتاج الى 3000 جالون موجود فوق مستوي الانتي فورتكس بليت. طبعا الخزان صممناه على ان يكون قطره 18 قدم، فبالتالي حتى احصل على الحجم المطلوب احتاج الى 16 قدم من الماء الصافي فوق منسوب الانتي فورتكس بليت. اذا عدنا للشكل ولاحظنا الانتي فورتكس بليت ترتفع عن طبعا عن قاع الخزان بمقدار معين، طبعا حسب الكود 22 اف بي 22 يوجد مسافة لابد من تحقيقها هنا تصل إلى 6 إنش، فبالتالي فوق 6 إنش أحتاج إلى 16 قدم. طبعا دائما هنا قضية تتعلق بتصميم المضخات ومستوي الماء من أين يحسب، طبعا من منسوب من منتصف خط السحب للمضخة، من منتصف خط السحب للمضخة تبدأ نحسب الماء وليس من القاع، هذا خطأ نحسب من القاع. طبعا في بعض الخزانات نعمل ميول من اول خزان الى اخره، خاصه اذا كان لدينا مثلا خزان مستطيل الشكل فنعمل ميول من اوله الى اخره، فبالتالي كميه الماء الضائعه في اسفل الخزان تكون اقل من لو كان المستوي الماء او مستوي الارض في الخزان مستويه. الميول يعطينا، وفي بعض الحالات يعملوا مثلا الحفره هنا في الاخر طبعا فيمكن السحب منها، فبالتالي يتم توفير جزء من الخرسانات او ما اشبه ذلك، ولكن هنا لدي 16 قدم فوق منسوب الانتي فورتكس بليت. هذا بالنسبه للخزان. بالنسبه للحسابات الهيدروليكيه، طبعا كما ذكرت في الفصل الثامن الكلام عنه، لدي الشكل نموذج لتعبئه الحسابات. طبعا كيفيه تعبئه هذه الحسابات تكلمت عنه في المثال المحلول عن انظمه الرشاشات، كيف ننسخ وندخل النقاط وكيف نحسب الضياعات والفريكشن لوسز والاليفيشنز. طبعا هنا الاوتلت والنقطة A هي النقطة الأبعد، والنقطة B هي الخرطوم الثاني. طبعا إذا أعدت الشكل هنا النقطة A والنقطة B هنا تدفق، بعدها انتقل إلى النقطة F وبعدها إلى النقطة G وبعدها إلى المضخة. هنا 500 وعند النقطة F أضيف 250 وعند النقطة G أضيف 1000، فيختلف التدفق مع الرجوع. ونأخذ A و B لأنهما أبعد صندوق، فبالتالي لابد من أخذهما من هذه النقاط. أما الأديشنال رايزر اتفقنا أنه من أين أخذت الحساب بالنسبة للفلو فلا مشكلة في ذلك، لأن الضغط هنا الضغط الأساسي للحسابات هو عند النقطة A. إذا عدنا للحسابات
وكيفية إدخال، طبعا كما ذكرت إذا من يستمع المثال محلول عن الرشاشات فسيعرف كيف ندخل هذه النقاط. النقطة أوتليت مع النقطة A، والنقطة A والنقطة B وB وF وF وG وG وهي إلى آخرة المضخات. طبعا الإليفيشن، طبعا النقطة A تكون على ارتفاع 75 قدم من مستوى المضخة، والنقطة B على ارتفاع 65 قدم من مستوى المضخة على اعتبار أنه بين كل دور ودور هي 10 أقدام. بالنسبة للتدفق طبعا عند الأوتليت هي 250 وهي نفسها عند الـ A، عند الـ B 250، عند الـ F 500، وعند الـ G 750، وعند المضخة 1000. بالنسبة للأقطار طبعا عند الأوتليت هي 2.5 إنش، أما في بقية فهي 6 إنش. طبعا نراعي النومينال والأكتوال بالنسبة بالنسبة للأقطار. بالنسبة للفيتنج أو الموجود، طبعا بالنسبة عند النقطة A لدي هنا اللاندنج فالف ويعادل 31 قدم، ولدي التي تعادل 12 قدم. طبعا عند بين بي واف لدي جيت فالف والبو، وبين جي والمضخه لدي تشيك فالف وجيت فالف، طبعا يعادلان 35. هنا بالنسبه للتعبئه النقاط والاليفيشن هنا لدي واحد على اعتبار واحد قدم بين الادخال وبين هذا، بين النقطه وبين النقطه A، بين النقطة A ونقطة توصيل الخرطوم. لدي 43 هي مجموع الرايت انجل فالف والتي 43، فالمجموع الكلي 44 بالنسبة للتوتال. هنا 10 بين A و B، هنا بين B و F 242 سواء أطوال المواسير أو الإكويفالنت لينث للديفايسز والفيتنجز، بين F و G 150، وبين G و D F مع التوتال 85. طبعا نعيد السي فاكتور كله 120 على اعتبار ان لدي بلاك ستيل وويت سيستم. هنا الفريكشن لوسز حسب معادلة هازن ويليام، نحسب هذه المعادلة. طبعا يتعلق بقطر المواسير ويتعلق بالتدفق ويتعلق بالقطر، القطر عفوا والتدفق، والمعادلة المعروفة المتعلقة بسي ودي وكيو. نحسب الفريكشن لوسز بيرفيت لكل نقطة، بعد ذلك نقول أنه عند النقطة A لابد من توافر 100 PSI ما يعادل 6.9 بار عند أبعد نقطة اتصال الخرطوم. بالنسبة للإليفيشن صفر. بالنسبة بالضياعات الطولية أو ضياعات الفريكشن هي 9.5، وهي حاصل ضرب 44 في هذه القيمة، هي حاصل هذه القيمة في هذه القيمة، ونفس الشيء هذا المجموع 109.5 109.5. ال 4.3 هي ضياعات الارتفاع، والضياعات الاحتكاك هي 10 ضرب 0.003، فيعني رقم مهمل تقريبا. المجموع ناخذه الى النقطة التالية، وايضا هنا ضياعات الارتفاع وهنا ضياعات الاحتكاك، المجموع ناخذه الى النقطة الأولى وضياعات الارتفاع وضياعات الاحتكاك، المجموع ناخذه الى النقطة الأولى ضياعات الارتفاع وضياعات الاحتكاك، المجموع الأخير هو 150.4 PSI. إذا المضخة احتاج مضخة تعادل 1000 جالون مع 150 PSI ما يعادل تقريبا 11 بار أو أقل تقريبا، لا مشكلة، ولكن 150 PSI. بالنسبة للمضخة، المضخة إذا 1000 جالون عند تقريبا 160 PSI. طبعا نلاحظ المنحني عند التوقف تشيرن، لدي التدفق يعادل 100، الضغط يعادل 160 من دون تدفق، وعند التدفق الأعظم فيكون الضغط هو 110 PSI. هذا بالنسبة للنت بريشر كيرف بالنسبة للمضخة. طبعا عندما منسوب الماء يصل إلى قريب من إلى الصفر، يعني إلى أخفض نقطة، فبالتالي أنا لا يوجد لدي الضغط عند الخط السحب، والضغط الموجب الذي أستفيد منه عند خط السحب قريب من الصفر. الكود FBA 20 يسمح بوجود ضياعات عند خط السحب تصل إلى 3 PSI. إلى 3 PSI هذه الضياعات يسمح بها الكود NFPA 20 على خط السحب، طبعا عند مستوى صفر لسحب الماء من الخزان، يعني عندما يسحب كامل الماء من الخزان فالكود يسمح بوجود 3 PSI بالسالب. لذلك أن مقياس الضغط
عند سحب المضخة يجب أن يكون يقرأ القراءة السالبة compound pressure gauge. النقطة المتعلقة بالضغط الخاص بالشبكة نفسها، طبعا لابد من تحديد الماكسيموم بريشر الذي ينتج من قبل المضخة والذي يحصل طبعا عند النو فلو إذا كان الخزان فول تانك، إذا كان الخزان ممتلئ. طبعا لدي تذكرت في البداية أن ارتفاع الماء في الخزان فوق مستوى الأنتي فورتكس بيت هو 16 قدم، 16 ضرب 0.433 أحصل على 6.9 بي اس اي. هذا هو الضغط الموجب الذي أستفيد منه عند من طبعا أستفيد منه من الضغط الموجب عند للماء الذي يضاف إلى ضغط المضخة والذي هو عند الشرن 190 بي اس اي، فأحصل في بداية على اوت شارج بريشر وسيكون 196.9 بي اس اي. طبعا عند اخفض مستوى لتوصيل الخراطيم تقريبا 5 اقدام فوق مستوى المضخه فالستاتيك بريشر سوف طبعا هو 196 ناقص 5 اقدام ضرب ضياعات الارتفاع 0.433 فاحصل على 194.7 والتي هي اكبر من الحد 175. لذلك فان المستوى الاول من يعني الصناديق او اللاندنج فالف الموجوده مثلا في الدور الارضي او الدور الاول حسب نحتاج الى بريشر ريدوسينج فالف. هنا نقطه اذكرها ان بالنسبه ل 2.5 انش توصيل الخرطوم فان المينيموم بريشر هو 100 بي اس اي والماكسيموم بريشر 175 بي اس اي 12.1 بار، يعني بين 6.9 بار ل 12.1 بار. اذا لا يسمح بان يقل بالنسبة لأبعد نقطة توصيل عن 6.9 بار، ولا يسمح بأن يزيد عن 175 بي اس اي او 12.1 بار. إذا زاد فلا بد من إضافة بريشر ريدوسينج فالف. إذا هنا لدي عندما اختبرت الضغط عند المستوى الأول من الصناديق وجدت أنني أحتاج إلى بريشر فالف. هل أحتاج إلى البريشر فالف في التوصيلات الأخرى؟ طبعا على اعتبار انه يوجد ضياعات احتكاك او ضياعات في الارتفاع فدائما الضغط في القاعده يكون اعلى ويقل تدريجيا كلما زدنا في الارتفاع. اتفقنا انه ابعد نقطه هي 75 قدم فوق مستوى المضخات والتي تعادل ما يعادل 32.5 بي اس اي، فبالتالي اعلى نقطه هي 100، يعني الضغط عند ابعد نقطه او اعلى نقطه هي 164.4 وهي اقل من 175 بي اس اي. اذا بالاتفاق هنا بالحسابات المستوى العلوي لا يحتاج بي ار في، المستوى الاول يحتاج الى بي ار في. ولكن هل ماذا عن البقيه؟ لدي في كل رايزر 8 لاندنج فالف، الاول الاعلى لا يحتاج والمنخفض يحتاج، ماذا عن البقيه؟ طبعا على اعتبار ان ذكرت انه بين كل دور ودور 10 اقدام فبالتالي الضياعات الارتفاع في كل دور تعادل 4.3، فكل ما زاد الارتفاع يقل الضغط بما يعادل 4.3. اذا ذكرنا ان المستوى الاول هو 164.4، الثاني 168.7 اذا هو لا يحتاج ايضا بي ار في، المستوى الثالث من الاعلى 173 بي اس اي ايضا لا يحتاج، ولكن المستوى الرابع 177 هنا زدنا عن 175 الحد الأعلى، فإذا المستوى الرابع نبدأ ونضيف فيه بي آر في وبقية الأدوار كذلك. نلاحظ أن الأول والثاني والثالث 164 169 تقريبا 173، هذه كلها أقل من الضغط يعني في الرنج المسموح به بين 100 و 175. أما الخامس والسادس والسابع الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، هذه الخمسة طبعا في كل صاعد تحتاج إلى بي ار في. طبعا لماذا أقيس الضغط عند هذا الرايزر وليس عند هذا الرايزر؟ من المعلوم هنا أن الضغط هنا أعلى وهنا أقل وهنا أقل، فبالتالي هنا الضغط في هذا الصاعد هو الأعلى بالنسبة بالمقارنة مع بقية الصواعد، لذلك أعتمد عليه في الحسابات. ولكن إذا أخذنا بالمثل
فهنا أخسر ضياعات الفريكشن لوسز هنا في هذه النقطة، وبالتالي أحصل على قيمة بي اس اي هنا أقل تقريبا من بقية القيم. ولكن هنا اعتمادا على هذا الصاعد فإنني أحتاج بدءا من الدور من الصف الرابع من الأعلى إلى الآخر أحتاج إلى بي ار في. كيف أختار البي ار في؟ لنفترض أنه لدي هذا المنحني من الشركة، الشركة كتالوج، اختار بي ار في. نلاحظ هنا عند الستاتيك بريشر وعند الريزيدوال بريشر عند 250 جالون. اعود الى الشكل، الاحظ انه هنا الضغط 177.3 وهنا 194.7، يعني خلينا نقول 177 و195 عند الستاتيك. اذا اخذنا الانلت 177 فالاوتلت تقريبا يكون 160، اذا الامور ممتازه. إذا أخذنا 195 أحصل على 175 تقريبا، أيضا الأمور جيدة عند الأوتليت. فبالتالي هذا هذا الذي اخترته طبعا يحقق المطلوب بالنسبة للستاتيك بريشر، بالنسبة للستاتيك بريشر. إذا لأنه الفوق 177 والتحت 195، عند التقاطع إجراء التقاطع نحصل على الأوتليت بريشر تكون أيضا بين 100 و175، فهو مقبول. بالنسبة للريزيدوال بريشر، طبعا الريزيدوال بريشر ماذا نفعل؟ طبعا الريزيدوال بريشر لابد من إجراء الحسابات عند نقطة التدفق، ونقطة التدفق هنا النقطة I. طبعا هنا يوجد ضياعات احتكاك تؤخذ بعين الاعتبار، لأنه الريزيدوال معناتها يوجد تدفق، وبما انه يوجد تدفق فتبدا اخذ بالاعتبار الاحتكاك والارتفاع، فبطرح ضياعات الاحتكاك وضياعات الارتفاع حتى اصل الى ابعد نقطه عند الريزيدوال بريشر تكون هي عند النقطه اي، هي بالنسبه للدور الرابع او الرايزر اللاندنج فالف الرابع من الاعلى. فإذا خصمت جميع الضياعات فأصل أنه أحتاج إلى 129.3 بي اس اي عند الريزيدوال بريشر. إذا عدنا إلى هنا 129، إذا لنقل 130، هنا 130 عند الريزيدوال بريشر، أعلى من المئة بقليل، أعلى من المئة بي اس اي بقليل. إذا هي اتفقنا أن المينيموم 100 والماكسيموم 175، فهي أعلى من المئة بقليل، فبالتالي هذا يعني هذا الاعتماد لنقول هذا البي ار في المقدم للاعتماد يصلح للتركيب على جميع الصناديق او جميع اللاندنج فالف الموجوده في المشروع. وبالتالي هنا نكون قد انتهينا من حساب التدفق وحساب القطر وحساب المضخه وحساب الخزان وحساب الستاتيك والريزيدوال بريشر وحساب البي ار في. طبعا هذا هو يعني مثال نموذجي لصناديق او لنظام ستاندينج ستاند باي سيستم. نرجو ان نكون قد وفقنا للبيان والتوضيح. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله.